كابتن عبد الرحمن من الساعة قلنا لك لاعب الشباب السابق، لأننا كنا نتحدث عن الشباب، الحين مدرب مواطن نتحدث عن بقية الأندية السعودية. معك والهلال بالتحديد نتحدث عنه. أنا سمعت أنا سمعت الحديث وما دار فيه وسمعت التقرير صراحة. ممتاز. أولا طبعا أمسي على الكابتن طارق، وطبعا يمكن لي أنا تحفظ على كلام سواء عبد الله أو الكابتن طارق. ممتاز. بالنسبة أن الهدف يتغير، هدف أو استراتيجية الفريق أنها تتغير، معناها في خلل في المنظومة مهما يكن. أنا عندي هدف وعندي استراتيجية، معناها أني أنا في استراتيجية طويلة المدى وفي استراتيجية قصيرة. الاستراتيجيات إذا هم دخلوا بطولة آسيا وكان لهم هدف فيها أنهم يبحثون عن مثلا التأهل إلى الأدوار الأولى بعد النصف النهائي أو النهائي، فهذا حق مشروع للفرق جميعا وحق مشروع الفريق الجزيرة الإماراتي. بالنسبة أنه تأهل على وشك أنه يتأهل على المباراة النهائية والدوري يحسم، هذه دائما كرة القدم تعتمد على الحاضر ولا تعتمد على الغيبيات. يعني أنت مش عارف ظروفك في المواجهات القادمة المستقبل. نعم نعم، لأن قد يحدث حدث ما، إصابة لاعب في التمرين أو لا سمح الله ممكن هو في المنزل، ممكن هو يطلع الدرج، ممكن على قولهم تلتف رجله يجيه، وهذا معرض اللاعب للإصابة في أي وقت. الجهد البدني معناه الجهد اللاعب إذا كان متوازن يعني في النوم وفي التمارين والتدريبات، هذا طبعا ثلاثة أيام أو 72 ساعة اللاعب يرجع الوضع الطبيعي 100%. أما بالنسبة للسيد براغا أنه يأخذ الفريق الرديف أو الاحتياطي، فالتلاعب بين قوسين التلاعب بسمعة النادي ليست في هذا المحك، لأنك أنت راح تقابل فريق ثقيل، فريق من العيار الثقيل، نادي الهلال متصدر متحفز. طيب. لما أنت ممكن تنهزم بخسارة كبيرة أو بنتيجة كبيرة قد يكون مردودها سلبي على اللاعبين. طيب. يعني كابتن عبد الرحمن طبعا وخاصة إذا شاهدنا أخوي حمد طبعا المباراة سبهان والغرافة قد يحدث فيها شيء ما، والفرصة لا زالت مؤاتية للفريق الجزيرة. يعني الكابتن طارق وأيضا الكابتن عبد الرحمن يدخل معك، تفضل طارق. أنا بس أريد أوضح أن اللعيبة اللي مثل ما ذكرها من الكابتن عبد الله، اللعيبة الموجودين الحين هم لعيبة منتخب. يعني إذا أنت بتتكلم على كابتن عبد السلام يعني ممكن فوق 100 مباراة دولية. إذا بتتكلم على اللي هو العامري عندك لاعب منتخب أولمبي، عندك علي مبخوت، عندك سلطان مثل المنتخب حتى في المنتخب الأول، علي مبخوت بعد مثل المنتخب حتى في آخر بطولة هي كأس الخليج. فاللعيبة الموجودين مو بأنهم يعني أقل مستوى من اللعيبة الأساسيين، بس هي عبارة عن مثل ما يقولون عبارة عن خيارات. الخيارات المدرب ممكن أنه بيفضل اللعيبة في الوقت المناسب أنه يلعب بالتشكيلة اللي هي مناسبة للبطولة هذه، وهم في نفس الوقت مش أقل مستوى من عن اللعيبة الأساسيين. يعني كل واحد مثل منتخب. ممتاز. كلهم الفرق كل ممتاز. كل الفرق المنتخب. يعني كابتن عبد الرحمن بسألك هذا السؤال كمدرب، يعني دائما ما تحدد أولوياتك من كل بطولة، إذا كان لديك مثلا مواجهات على 3-4 بطولات أو 3-4 وجهات، فكيف تحدد أنت أولوياتك؟ يعني سيد براغا ممكن محدد أولوياته على أساس أن الجزيرة لم يتحصل على دوري، وأيضا لم يتحصل على كأس سيدي صاحب السمو رئيس الدولة، فبالنسبة له هذه أولوية أكثر من دوري أبطال آسيا لا باحتمال كبير، إذا ما كان بطل الدوري في هذا الموسم أن يكون متواجد فيها الموسم القادم. قد نتفق وقد نختلف. صحيح. الأولويات دائما هي في أولويات، لكننا اتفقنا أن كان في استراتيجية في هدف قبل الموسم الدوري. ما هي الأهداف؟ هل كان الجزيرة يتوقع أنه لا يحصد على بطولة الدوري أو لا راح ما راح ينافس عليها؟ صحيح. هل هو متوقع يعني داخلين البطولة الدوري أنهم ما كان عندهم النفس الطويل أنهم ممكن يروحون الكأس ولي العهد؟ ممتاز. هل يعني هذه الأهداف طبعا السيد براغا لابد أنه يضع في حساباته، حتى الإدارة فريق إدارة الجزيرة لابد أنها تضع في هذه في حساباتها أن الفريق مؤهل، الفريق يملك لاعبين أجانب على مستوى عالي، يملك لاعبين محليين على مستوى عالي. أنا هنا النقطة اللي أنا أقولها، مهما يكن
ليست هذه بالمباريات التجريبية في هذه البطولة، البطولة الآسيوية قد تكون سلبية عليك.